تنتشر الكثير من المعتقدات الخاطئة المتصلة بالغذاء والتغذية التي تتوارثها الأسر جيلا بعد جيل دون التأكد من صحتها أو الرجوع إلى العلم، حتى أصبحت الكثير من الأصناف ممنوعة بناء على تلك المعتقدات، في حين أجازت تلك المعلومات أصنافا أخرى وربطتها بزوايا صحية. مثلا، عادة ما نسمع أن تخطي وجبة الفطور يؤدي إلى زيادة الوزن، في حين أن تناول السمك مع اللبن يسبب تسمما، وأن المنتجات النباتية أكثر صحة من الحيوانية. فما حقيقة تلك المعلومات؟ هذا ما سنتعرف عليه مع اختصاصية التغذية دانيا شنك، لكن في البداية دعونا نستمع لآرائكم حول معتقداتكم الغذائية ومن ثم نعود. من المعتقدات الخاطئة اللي بحس دائماً بسمعها هي وجود السمك مع اللبن، إنه بيحس الناس بتحكي إنه بسبب تسمم. المعتقدات الغذائية الخاطئة اللي الشعب يعني أو هون إحنا بالأردن بنعتقدها إنه الحليب والسمك اللي بياكلهم مع بعض إنه بصير عنده تسمم. مرة في ناس بيحكوا إنه في ناس ماتت، يعني هاي شيء يعني كتير غلط، بس هم اللهم إنه فيها إنه الطعم أكيد ما رح يكون زابط مع بعض. يعني المعتقدات الخاطئة بالأطعمة، عندك مثلا الاسماك ما بيلتقوا مع الالبان، مع مشتقات الالبان بشكل عام. انه كبرت انا وعيت انه خلص السمك والالبان صعب مع بعض. وعندي شغله ثانيه كمان، انه المشروبات الغازيه والادويه. المعتقدات الخاطئه اللي عند بعض البشر او اكثر البشر انه مساله الاكل البيض مع الموز انه بسبب حساسيه، هو في الاحرى ما بسبب حساسيه الا لمن يعاني من الحساسيه. إذا نعود إلى ضيفتي في الاستوديو دانيا شنك، اختصاصية التغذية. أهلا وسهلا فيك. أهلا أهلا، صباح الخير. هناك دائما معتقدات خاطئة بما يخص التغذية، يعني ولو ربما يعني خبرنا المشاهد اليوم ببعض المعتقدات الخاطئة، يعني على سبيل المثال زيت الزيتون هل بالفعل هو صحي أكثر من باقي الزيوت، وعلى سبيل المثال زيت عباد الشمس على سبيل المثال؟ أوكي، خلينا أول إشي زرالدا نقول ليش الناس بتجي لها هاي المعتقدات الخاطئة. للأسف علم التغذية كتير في ناس بتخوض فيه من غير المختصين، ومش من بناء على دراسات علمية وليس بناء على أساس علمي. فمثلا ممكن أني أنا أجي أجرب هاي الوصفة أو أجرب هاي الخلطة وألاقي أنها هاي زبطت معي، لنحكي على تنزيل الوزن، نزلتني من وزني، فهي بتصير كأنها هي الخلطة المثالية وهي الخلطة الفضلة والأحسن إشي في الحياة، وبنصير نعطيها وبتصير هي متداولة، فتؤدي إلى وجود هذه الخرافات. زيت الزيتون نحكي، إذا بدنا ناخذ إحنا اليوم بدنا نحكي عن هيك شوية أمثلة من الخرافات حتى نصححها للناس. زيت الزيتون هل هو أفضل من باقي الزيوت النباتية؟ بالأكيد نعم، ويعود السبب بذلك إنه هو غير مكرر. عملية التصنيع اللي بتصير لزيت الزيتون هي أقل من باقي الزيوت النباتية. الزيوت النباتية لنفرض زيت ذكرتي عباد الشمس، لحتى يوصلنا بهاي الصفاوة وبهذا اللون هو بيدخل في عمليات تكرير كتيرة ومختلفة، بتودي منه كتير من الفوائد وبتطلع عنا مواد هي إحنا جسمنا بغنى عنها. طيب هذا بالنسبة لزيت الزيتون. بالنسبة للزبدة النباتية والزبدة الحيوانية هل بالفعل هناك فرق؟ أكيد في فرق. خلينا نحط بعين الاعتبار دائما نقطة براسنا، الأشياء الطبيعية والمأكولات الطبيعية اللي إحنا رح ناخدها مثل ما هي بأقل كمية تصنيع وبأقل عمليات تصنيع بتصير عليها، هي هاي الصحية واللي إحنا بننرو عليها. لما أنا عم بحكي عن زبدة حيوانية، الناس دائما إحنا بنخاف منها المعتقد لأنها هي فيها الدهون المشبعة وفيها كمية عالية من الدهون، ولكن هاي الدهون إذا أنا تناولتها بكميات معقولة وزي ما لازم أنا هيك ما بيكون في عندي مشكلة. مشكلة الزيوت النباتية أو السمنة النباتية هي إنها فيها دهون مهدرجة، هي عشان هي بالأصل كانت سائلة عشان تصير بتشبه الزبدة الحيوانية، إحنا قمنا بعملية، هاي العملية طلعت عندي إشي اسمه زيوت مهدرجة، واللي هي في بعض البلدان منعت إنه تكون أي المنتجات اللي فيها زيوت مهدرجة، بيكون مكتوب إذا بنطلع على الحقائق الغذائية دهون متحولة أو ترانس فاتس، لأنه إلها كتير ضرر على الصحة وعلى صحة القلب، على السكري، سرطانات. فإحنا علشان هيك بالنسبة إلنا
السمنة الحيوانية هي أفضل من السمنة النباتية. طيب أنتقل إلى سبيل المثال الخبز. الخبز الأسمر دائما يقال بأنه صحي أكثر من الخبز الأبيض، مع أنه يمكن في بعض الأحيان يعني الخبز الأسمر هو مجرد لون يتم إضافة اللون إليه للأسف يصبح هذه هي يعني حيلة يعني بيستخدموها للأسف بعض المخابز، وهي عشان بس يعطوه هذا اللون. هلأ كصح هلا في ناس بتفكر مع احنا بدنا نفرق بين شغله، انه انا بستعمله لنزول الوزن ولا انا بستعمله لصحه. اكيد انا بدي اكون استهدف بغذائي الشغلتين، اني احافظ على وزني حتى احافظ على صحتي. بس في عمليه الحميات لانقاص الوزن احنا عم نحكي عن الاسمر والابيض بنفس السعرات الحراريه، ولكن صحيا الاسمر هو افضل اذا انا عم باخذه حقيقي اسمر مش مضاف له صبغات أو أي لون حتى يعطي هذا اللون، لأنه بيحتوي على قشرة القمح. فمرة تانية إحنا بنروح دائما للمنتجات الغذائية اللي هي أقل تصنيع، فأنا الأسمر هو حبت القمح انحطت مثل ما هي بقشرتها كل الفيتامينات والمعادن اللي أنا بدي إياها موجودة بالقشرة، فأنا لما بقيمها بقشرها حتى تعطيني هذا اللون الأبيض أنا خسرت كثير من الفيتامينات والمعادن والألياف. طب كيف يمكن التأكد من يعني جودة الخبز بأنه يعني هو بالفعل أسمر حقيقي وليس مجرد لون؟ يعني هو بدنا نروح على مصداقية المخابز، ومرات بنحكي احنا لو بنقدر نرجع لايام زمان نعمل اشياء في بيوتنا قد ما بنقدر. طبعا هو هذا شوي صعب هلا بالوقت الحالي، ولكن التحقق من المصادر اللي احنا بناخذ منها هو هذا الشيء الوحيد اللي احنا بنقدر نعمله. يعني ناخذ طب درجه اللون على سبيل المثال، يعني هناك يعني خبز اسمر يعني لما يكون درجة كتير غامق جدا هذا اكيد هو مش من قشره القمح، هو بيكون بني فاتح مش هالقد غامق لانه مرات بيضيفوا له حتى الكاكاو ليعطيه هذا اللون الغامق، فهذا دليل على أنه مخشوش نوعا ما. طيب هناك أيضا خرافة، لا أعلم إذا هي خرافة يعني بدنا تأكدين الموضوع، تناول السمك مع اللبن يؤدي إلى التسمم، يعني منذ الطفولة ونحن نسمع هذه الجملة. حكاها الشاب هلأ بالتقرير. هلأ هذه لا يوجد لها أي أساس علمي، وكثير من برضو الممكن مأكولات مع بعض هي ليس لها أساس علمي، إنه ممكن يعملوا حساسية، ولكن توارثتها الأجيال خلينا نحكي زي يمكن ما حكى يمكن هم مش لابقين مع بعض كطعم، ولكن ممكن إنه إكس من الناس إنه هو يتناول هاي الوجبة وتصير عنده يكون أصلاً هو عنده حساسية أو عدم قدرة على تحمل الألبان والحليب والسمك، عنده منهم مشكلة. نعم. طيب الأغذية الخالية من البلوتين هل ينصح بها كل من كان أم فقط بعض الأشخاص يعني ذات الحساسية؟ هذا كمان موضوع مهم، لأنه كثير ناس بتكون مثلا بدها تنزل من وزنها فبتقول أنا اشتريت المنتجات الخالية من الجلوتين. الخالية من الجلوتين هي فقط للأشخاص اللي عندهم حساسية من مادة الجلوتين أو اللي عندهم عدم قدرة على التحمل منه intolerance. بس إذا أنا ما عندي هذه المشاكل وبدي أنزل من وزني أنا ما في عندي يعني ما رح يساعدني هذا في تنزيل الوزن. طيب الابتعاد عن الفواكه بسبب السكريات. هذا موضوع بيحزن. أنا بالنسبة إلي إنه قدي الناس عمالها بتعمل هجوم على بعض المجموعات الغذائية بسبب نوع من أنواع الحميات، فأنا بدنا دائما نأكد كل ما أنا عم باخذ كل شيء باعتدال وباتزان أنا في مأمن على صحتي، وأنا عم باخذ كل المجموعات الغذائية كل الفيتامينات والمعادن اللي أنا بحتاجها. الفواكه نعم فيها سكر، سكر الفركتوز كثير في عليه كمان هلأ إضاءة كبيرة إنه هو من السكريات المضرة. إذا أنا أخذت حبة تفاحة بنهار مع شرحة بطيخة هذه ما رح تضرني، بس إذا أنا تناولت الفواكه بشراهة وأخذتها بكميات يعني حطينا قدامنا صحارة التين وبلشنا فيها وما أكيد هون رح يصير في عندي ضرر، أكيد هون أنا عم باخذ زيادة عن حاجتي من السكريات من السعرات الحرارية. فأنا لو أخذت حتى السعرات الحرارية عشان يعرفوا الناس أخذتها من مصادر حتى صحية زي الفواكه ولا زي المكسرات ولا زي زيت الزيتون هي بالآخر رح تتحول لدهون تتراكم في جسمي. فأي شيء أنا مو بحاجته أنا بغنى عنه، فالفواكه إحنا بنقدر ناخدها ولكن بكميات محدودة. طيب خلي التفاح مفيد لنزول الوزن أم لا؟
خلي التفاح، خلي التفاح لا كمان هو من المأكولات أو الأغذية اللي إحنا بندخلها بغذائنا على أساس علمي. نعم كثير من الدراسات والأبحاث أشارت إنه هو مهم للمرضى اللي عندهم سكري، حتى لصحة القلب هو كثير مهم ومفيد، صار موجود عندنا على شكل حتى مكملات غذائية ممكن ناخذه لناس ممكن تعمل لها مشاكل في المعدة. طيب يعني بشكل عام سيد دانيا، في أمور أخرى يمكن أن تشيري إليها وتعتقدي أنه هناك لغط في الموضوع؟ في بالتقرير بالبداية حكيتي عن وجبة الفطور، أنه في كتير ناس بتقول أنه ما بصير ناخد وجبة الفطور، أنه وجبة الفطور هي إذا أنا تخطيتها رح حدا يعمل عندي زيادة بالوزن. بالحقيقة بدنا نعرف أنه كل شخص إله حاجاته، إله جسمه عنده الحرق الخاص فيه، فأنا ممكن دانيا أخذ وجبة الفطور وينزل وزني إذا أنا أخذت طبعاً بسعرات حرارية معينة، وممكن أنا أتخطاها وأعمل نظام الصيام المتقطع ويكون كتير هذا الإشي منيح لإلي. فإحنا ما بنقدر نعمم وجبة الفطور، هي زمان كنا نقول هي الوجبة الأساسية، لا هي مش الوجبة الأساسية، ممكن أني أتخطاها إذا أنا بعمل نظام الصيام المتقطع اللي هو بيعطيني أني أنا أصوم تقريباً نقول 8 ساعات وأسف 16 ساعة وأكل خلال 8 ساعات، فممكن أني أنا أتخطاها وأبلشها بوقت متأخر شوي، مثلاً بدل على الساعة 9 على الساعة 12. يعني وايضا فهمت بانه ربما الفطور يعني او تخطي الفطور يساعد على إراحة الجسم وإراحة اعضاء الجسم، لا اعلم ايضا الى اي مدى هذه المعلومه دقيقه. هو اللي بيصير اني انا كل ما اخرت الوجبه هو انا عم بضل جسمي بيعتمد على مصادر الدهون للحرق، لانه احنا في فتره الصيام عمالي ما عم بيكون في عندي اي مصادر للطاقه في جسمي بعد ما يخلص مصادر السكر الموجوده عنده، فهو بتوجه لا مصادر أخرى، فأنا بريحه، نعم بريحه وبعطيه فرصة للدهون إنه يصير في إلها عملية للحرق أكثر. طيب بالنسبة للدهون، ما هي الدهون الصحية وما هي الدهون المضرة للصحة؟ يعني على سبيل المثال دهون من اللحم، من قطع اللحم، إلى أي مدى هي صحية يعني؟ ويبدو بأنه هناك لغط أيضا. أوكي، هلا هو مرة ثانية بيعتمد على النظام الغذائي اللي أنا بدي أعمله. فأنا مثلا إذا عمالي بعمل حمية الكيتو اللي هي مبنية على تناول كمية عالية من الدهون، فأنا هون مضطرة إني أخذها من مصادر، رح أخذها معظمها من مصادر يعني لازم تكون جيدة. هلأ الدهون الموجودة في اللحمة الحمراء هي أكيد بتعمل إذا أنا تناولتها بكميات كبيرة مشاكل بالقلب، مشاكل بالشرايين، هاي الأمراض المرتبطة فيها. إذا بنحكي على الدهون الصحية، إحنا بنحكي على الدهون اللي أنا بأخذها بتكون غير مشبعة، هذه أهم يعني إني أركز عليها. بقدر إني أخذ أيضا من الدهون المشبعة بكمية جيدة. الدهون الصحية أنا عم بحكي عن الدهون اللي بتيجي من الأفوكادو، اللي بتيجي من المكسرات، اللي بتيجي من الأسماك مثل السالمون والسردين والتونة، اللي بتيجي عمالها من برضه من بعض انواع اللحوم، ولكن ما اخذها بكميات كبيره من هناك، من السمنه الحيوانيه، من زيت جوز الهند، هاي هي الدهون الصحيه اللي احنا بنحكي عنها. طيب نتحدث ايضا عن يعني بعض المعتقدات الاخرى، على سبيل المثال شرب الماء الساخن صباحا يقلل من الوزن. ما في دراسه علميه بتثبت هذا الشيء. هي ممكن انه واحد جربها وزبطت معه، ولكن وفي ناس بتعتقد انه انا اذا اخذت المي السخنه هي راح تذوب الدهون، ما في شيء بيذوب الدهون الا اذا التزمنا بحميه وقللنا السعرات الحراريه. حتى مشروبات الديتوكس سيده دانيا؟ مشروبات الديتوكس هي برضو اذا بدنا نحكي عنها هي بتساعدنا، ممكن اذا كان فيها بعض اللي بنسميهم احنا سوبر فودز، الاغذيه الخارقه زي الماتشا او السبيرولينا اللي هي بتزيد من عمليه الحرق، ولكن الاعتماد عليها كليا هو امر خاطئ. ممكن اني انا اقوم بادخالها بطريقه معينه، زي ادخلها بيوم او يومين بنظامي الغذائي، بكل اسبوعين اعملها، ولكن هي لا ما بتساعدنا على فقدان الدهون قد ما هي بتساعد على انه تغيير نمط غذاء الجسم لزيادة عملية الحرق. يعني من الواضح بأن هناك العديد من يعني المعتقدات الخاطئة بما يخص الأغذية، يعني كيف يمكن للشخص التأكد من أنه هذه مجرد شائعات، معتقدات خاطئة، أم أنها حقيقة؟
أول إشي لجوء لأخصائيين التغذية المختصين بهذا الأمر، هذا موضوع كتير مهم، إنه إحنا ما إن بس نرد على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أي موضوع إحنا بنشوفه ممكن يكون مغري بالنسبة لنا، لأنه هي هذه من أكثر الأشياء اللي ممكن توقع الناس بالغلط. مثلا انحف خلال أسبوع 10 كيلو، مش منطق. دائما حكم عقلنا، نروح للمنطق، نروح لأخصائيين التغذية المختصين، وبرضه كمان القراءة من مصادر علمية وصحيحة، هي إنه ناخذ معلوماتنا من هناك. وهنا السؤال، يعني المصادر العلمية أيضا يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أصبح ربما في بعض الأحيان من الصعب التمييز، يعني هناك في مجلات علمية، بدنا نروح على المجلات العلمية. نعم. ربما صحيح. وبالتالي يعني بالحديث عن العلم، يعني حتى الحوامل طالهم سوء المعتقدات، يعني يقال دائما إنه الحامل يجب أن تأكل عن شخصين. طبعا هاي لا أعلم أيضا إلى أي مدى هي هذه حقيقة علمية أم لا. لا طبعا لا، هي الحامل مهم أنه تأخذ احتياجاتها أكيد، يعني كل اللي بتحتاجه. لنفرض سيدة كانت غير حامل 1500 سعرة حرارية، سيدة الحامل هي بتحتاج 300 سعرة حرارية زيادة عليها، يعني ممكن تأخذهم بوجبة خفيفة بين وجباتها. المهم للسيدة الحامل، إحنا دائما بنقول نوع الأكل اللي هي بتدخله، كمية البروتين اللي بتأخذها، أنها تأخذ جميع المغذيات، كمية السوائل، وما تفتح العداد زي ما بيحكوا وتاكل يعني على راحتها كثير. شكرا لك دانيا شنك، اختصاصية التغذية، على كل هذه المعلومات. اهلا وسهلا.